بعد هذه اللحظة مستشفى الدجيل 40 والمسير المتوقف، أي إجراءات من رئاسة الوزراء وزارة الصحة ما موجود. طالبنا مرارا وتكرارا بكتب رسمية ومقابلات شخصية مع وزارة الصحة، لكن لحد الآن أي إجراء ماكو. لكن الحمد لله والشكر اليوم بدأ أساس لمستشفى 25 سرير بجهود السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر وبمطالبات شخصية من حضرتي، واليوم إن شاء الله بدينا بالأساس.